السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا مع محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طارق سعد، ولسه مكملين مع بعض في مهارة إنشاء الجداول في وورد. زي ما اتفقنا في الجزء الأول اللي فات، اتعلمنا في الجزء اللي فات كيفية إنشاء الجداول بأكتر من طريقة. وعشان بس تبقى الناس ملمة بالموضوع، أنا هقسم موضوع الجداول ده إلى 3 محاضرات. الجزء الأول اللي فات كان كيفية إنشاء الجداول وشرحنا فيه أكتر من طريقة. الجزء الثاني اللي هو محاضرة النهاردة هيكون التركيز على كيفية التعامل مع الجدول بعد إنشائه، ودي اللي هي بتحصل فيها مشاكل كتيرة مع ناس كتير ما تبقاش فاهمة. يعني أنا عملت الجدول، اكتشفت إن أنا نسيت صف، نسيت عمود، عايز أشيل عمود، عايز أشيل صف، عايز أزود عمود، أزود صف، عايز أدمج خلايا، عايز أمسح جدول، عايز أمسح جزء من جدول، عايز أعدل في جدول. الكلام ده كله هو موضوع محاضرة النهاردة. يبقى المحاضرة اللي فاتت إنشاء الجداول، النهاردة التعديل في الجداول، وإن شاء الله تكون في محاضرة ثالثة وهي كيفية تنسيق الجداول، إزاي بقى أنسق الجدول وأطلعه بشكل نهائي احترافي. تمام؟ وبكده نكون غطينا كل ما يخص الجداول وجاوبنا على أسئلة الطلبة اللي عندها مشاكل في الجداول. نبدأ بسرعة مع بعض. ده كان الجداول اللي احنا عملناها في المحاضرة اللي فاتت. تعالوا مثلا للجدول الأول ده، لاحظ وانت بره الجدول، يعني انا هقف بالمؤشر بتاعي بره الجدول، وخلي بالك من الملحوظة الأولى، انا هدوس كليك هنا بره الجدول. وانا بره الجدول، الأوامر أو القوائم التي تخص الجداول ما بتكونش موجودة عندك، وهتلاحظ ان آخر قائمة عندك اسمها فيو. ركز قوي، لو انا دوست كليك جوه الجدول ظهر بعد فيو قائمتين، قائمة اسمها ديزاين وقائمة اسمها لاي اوت. وفرق بين ديزاين ولاي اوت الخاصين بالجدول اللي فيهم كلمة تيبل تولز أدوات الجدول، وبين الديزاين والبيج لاي اوت اللي هما خاصين بالتعامل مع المستند نفسه، عشان ما تلخبطش. القائمتين دول مؤقتين. يعني ايه مؤقتين؟ اللي هما ديزاين ولاي اوت، يعني بمجرد الخروج من الجدول هتختفي هذه القائمة، ومجرد الوقوف بالمؤشر داخل الجدول هتظهر هذه القوائم. يبقى النهاردة السر في ان انت تتقن التعامل مع الجدول وحل اي مشكلة ان انت تبقى فاهم القائمتين دول كويس وبيظهروا ازاي. بمعنى، هفترض النهاردة ان انا وانا شغال نسيت صف ما بين علي وخالد، يعني وانا بدخل البيانات اكتشفت ان انا عايز ادرك صف ما بين علي وخالد، اعمل ايه؟ طريقة بسيطة جدا، قف داخل الجدول هتظهر القائمة اللي أنا قلت عليها، هتروح لقائمة لاي اوت. قائمة لاي اوت هتلاقي فيها الأوامر الخاصة بتخطيط الجدول، ودي اللي هنركز عليها النهاردة، بينما قائمة ديزاين عشان تبقى عارف هي الخاصة بتنسيق الجدول، ودي اللي هنتكلم عليها المرة الجاية. يبقى النهاردة تعديل الجدول منين؟ من لاي اوت، بينما تنسيق الجدول وتجميله من قائمة ديزاين اللي هي هنتكلم فيها الحصة الجاية او المحاضره الجايه. نروح ليه او التاني. طيب، واحد يقول لي انا مش شايفهم، يبقى انت بره الجدول اهو، لازم تقف جوه الجدول. يبقى اول خطوه في التعامل مع الجدول، قف في مكان مناسب جوه الجدول. يعني ايه مكان مناسب؟ يعني مش تقف في اي مكان وخلاص. انت عايز تضيف صف ما بين علي وخالد، اقف عند علي. يبقى انت واقف فين؟ في الصف بتاع علي. روح للي اوت، هتلاقي فيه 4 اوامر خاصه بالادراج. انسرت ابوف، يعني ايه انسرت ابوف؟ اي هقف جنبها ايه وريها لك. انسرت ابوف يعني ادراج صف اعلى. يبقى انا لو قلت له انسرت ابوف هيجيب لي صف فوق علي. طب اللي بعديها انسرت بيلو، يعني ادراج اسفل، هيدرج لك صف اسفل علي، وده اللي انا عايزه. انسرت ليفت دي مالهاش علاقه بقى بالصفوف، دي ادراج عمود شمال ودي ادراج عمود يمين. حتى لو الامر مختلط عليك، بص للرسمه، ده بيعمل ايه؟ الرسمه اهو، صف فوق صف تحت، عمود شمال عمود يمين. طب الشمال ويمين وفوق وتحت مين؟ فوق اللي انت واقف عليه، عشان كده مش في اي حته. انت واقف عند علي، يبقى انت دلوقتي بتضيف فوق او اسفل او يمين او يسار الصف بتاع علي. اهو تعالى نجرب، هقول له انسرت المره دي؟ هقول له انسرت بيلو. اوتوماتيك على طول ضاف لك صف ما بين علي وخالد. طبعا هتبدا تدخل البيانات اللي انت عايزها، وبعد ما تدخلها تبدا تعدل الارقام وتظبط الجدول بتاعك. تمام؟ طيب، فلنفترض ان انا عندي صف وانا مش عايزه، ولكن الصف اللي انا ضفته ده عايز ازيله. جنب على طول ال4 اوامر الخاصين بانسرت، ظلل بس الصف اللي انت عايز تزيله، ظلله. انا مظلله فعلا اهو. وروح لقائمه او الامر اللي اسمه ديليت اللي جنب انسرت. جوه الديليت في كام اختيار؟ 4 برضه. ديليت سيلز، يبقى هيحذف الخلايا، وده لا يحبذ استخدامه.
ديليت كولمز انا بحذف الاعمده، وبالتالي لو اخترت الامر ده خلي بالك هيحذف مين؟ اربع اعمده، لان انت مظلل اربع خلايا. ديليت رو هيلغي لك الصف اللي انت محدده. ديليت تيبل هيلغي الجدول كله. تمام، تعال نجرب كده. تيبل اهو لغي الجدول كله. طب عايز ارجعه، كنترول زد. طب هروح لنفس الامر تاني وانا مظلل الصف الفاضي ده لي اوت، واروح للامر اللي اسمه ديليت اهو، واقول له ديليت رو رو روز، هيحذف مين؟ الصف اللي انا كنت واقف عليه. يبقى بكل بساطه الاضافه والحذف اتحلت في لحظه. الاضافه والحذف، قف في المكان المناسب داخل الجدول، هتظهر لك قايمه اسمها لي اوت تخص الجدول غير بيج لي اوت، قايمه اسمها لي اوت بس. هذه القايمه هتروح تلاقي فيها اوامر الاضافه واوامر الحذف. اضافه وحذف بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجزء اللي انت واقف فيه. تمام. طيب هنفترض واحنا جوه الجدول ان حد قال لي العمود ده كبير قوي بتاع الكود وعمود الاسم صغير، انا عايز اصغر ده وعايز اكبر ده. عندك كذا طريقه. الطريقه اللي ممكن نستخدمها يدويا، اقف على الحد الفاصل بين العمودين واسحب كده، بص اهو. يبقى انت بتعمل ايه؟ صغرت ده وكبرت ده. طيب نفس الكلام، عايز اكبر ارتفاع الصف ده، اقف بين الفاصل بين الصفين لما السهم يتغير واسحب. دي طريقه يدويه. الطريقه بقى التانيه، لو انا عايز القيم اعملها بقيم ثابته، بمعنى انا عايز ارتفاع الصف ده يبقى قيمته مثلا نص بوصه. هو شغال خلي بالك هنا بالانش، شغال الجهاز هنا بالايه؟ بالانش اهو، مديني 0.26 26 من 100 انش. العلامه دي معناها انش. طيب يا مستر انا مش عايز اشتغل بالانش، انا عايز اشتغل بالسنتي اللي انا متعود عليه. زي ما احنا اتكلمنا الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت ازاي نغير نمط الارقام، برضو من نفس المكان ممكن نغير وحده القياس المستخدمه ونخليها بالسنتي. يعني هروح لفايل، وبرضو انا مش بطلع من الموضوع، انا وانا بشتغل لو في حاجه تخص الموضوع اللي بتكلم فيه برضو بنضيفها ونقولها للناس. من قائمه فايل اوبشن، دايما امر اوبشن ده يخص خيارات اوبشنز، الخيارات الخاصه ببرنامج الوورد. هروح برضو الادفانسد وابدا ادور. احنا المرة اللي فاتت غيرنا نمط الارقام لو تفتكروا، خليناها هندي عشان تبقى الارقام 1 2 3. تمام. طيب وانت بتدور كده هتلاقي في اختيار يخص وحدة القياس المستخدمة في نفس المكان ده. دور معايا كده، هنروح كده نشوف مع بعض وحدة القياس هنجيبها منين. هنغيرها من الانش نخليها سنتي متر، بس تيجي معانا اهي. شو ميجرمنتس ان يونتس اوف، اظهر وحدات القياس بوحدة قياس اللي هي مين بدل الانش دي، تعال نخليها سنتيمتر سنتي، واقول له اوكي. هتلاحظ على طول ان القياسات كلها بتاعتك بقت بالايه؟ بالسنتي فوق اهو. وتقدر في الحالة دي انت مظلل للصف الاول بتاع العنوان، تروح مثلا انت عايز تخليه 1 سنتي، ظلل الرقم ده واكتب 1 ودوس انتر. بس خلي بالك وانت بتكتب خلي 1 مسافة سي ام. تمام، انتر. ايه اللي حصل؟ الصف ده بقى ارتفاعه سنتي بالظبط. طب بعد ما زودت له ارتفاعه، انا عايز الصفوف اللي تحت دي انا ممكن زي ما قلنا اعملها بالايد، اظبطها على قيمه تانية، هظللهم كلهم مع بعض اهو، واروح برضو لنفس الامر تعال نخليهم نص سنتي. ممكن على فكره اظلل القيمه كلها واكتب 0.5 نص اهو، ما اكتبش سي ام لان هو عارف انها سي ام، وادوس انتر زودها لي بالسنتي. تمام كده. طيب يبقى انا كده عرفت ان انا ممكن ازود ارتفاع بنفس الكلام عرض العمود. لو انت عايز عرض العمود تتحكم فيه من القيمه دي، ويفضل تسيبه زي ما هو، انا مش هغيره واسيبه. جنب ارتفاع الصف اللي اسمها هايت ومرسومه اهي، وجنب عرض العمود اللي اسمها ويدز، وفي الحاله دي زي ما قلت مثلا تعال نجربها برضو، هظلل العمود ده لازم تظلل. هنا العرض بتاع العمود ده 1.94 من 100، تعال نخليه 2 سنتي. اوكي، زاد بمقدار 2 سنتي. تمام كده. طب التلات اعمده دول انا مثلا عايز اخليهم قد بعض. التلات اعمده دول عايز اخليهم قد بعض. تمام، قال لك ظللهم. وجنب الويدز بتاع العمود في امر اسمه ديستريبيوت كولمز، وهو مرسوم كده، ده اسمه توزيع الاعمده بشكل متساوي. يعني لو دوست عليك كليك كده هيخلي لك التلات اعمده دول قد بعض بالظبط، مفيش واحد كبير وواحد صغير. تمام. طيب خلي بالك وانت مظلل ما تحاولش تستخدم الطريقة اليدوية في التكبير والتصغير، ممكن تعمل لك مشكلة. دايما الغي التصغير الأول وبعدين كبر وصغر زي ما أنت عايز. أنا برضو الخالة بتاعت الاسم هكبرها، والعمودين دول هظللهم، وهم دول هخليهم قد بعض من الأمر اللي إحنا قلناه من شوية اسمه ديستريبيوت كولمز أهو. لاحظ كل شغلي منين؟ من لي أوت.
تمام كده؟ طيب وانا لسه مع اللي اوت الكلام مش متوسطن. لو نفترض ان العنوان ده هظلي له اهو وعايز اوسطنه اخليه في نص الخليه، قال لك برضو من اللي اوت اهو التسع اختيارات دول. شاف الاختيار ده بيعمل ايه؟ خليها لك اعلى ناحيه اليسار، اعلى في الوسط، اعلى في اليمين، اسفل اليمين، اسفل الوسط، اسفل اليسار. تعال ناخد دي كده وسط الوسط. يبقى انت ممكن تتحكم وتخليك، طبعا ممكن اظلل الجدول كله من العلامه دي كده، ادوس على كليك لما السهم يبقى رباعي، واقدر ادوس على وسط الوسط يبقى الجدول كله اتوسطن معايا. واقدر في الحاله دي اخد مثلا العنوان ده واكبر نوع الخط بتاعه من هوم، او حتى بكنترول دال، دوس كنترول مع الدال بيكبر، وكنترول مع البي يخليها بولد. اهي اختصارات. راجع معايا محاضرة اختصارات الوورد، كنا عملنا محاضرتين لجميع اختصارات الكيبورد في برنامج الوورد، تمام كده؟ طيب نرجع تاني، انا لسه مع قائمة لي اوت والتعامل مع الجدول، زودت صف ولغيت صف وزودت ارتفاع الصف وعرض العمود وسويت الصفوف والاعمدة وسطنت الكلام. كل الاوامر جبتها منين؟ من القائمة اللي اسمها ميرج، القائمه سوري اللي اسمها لي اوت. طيب في بعض الاوامر زي الميرج سيلز والسبليت سيلز والسبليت تيبل، انا برضو عايز افهم الاوامر دي معناها ايه. تعال نروح للجدول التاني كده. هنفترض في الجدول التاني ان انا عايز الخليتين دول يبقوا خليه واحده. قال لك مفيش مشكله، اسمه دمج اكثر من خليه في خليه. لاحظ حاجه مهمه، وانت بتدمج ما ينفعش تبقى الخليه الاولانيه فيها بيان والخليه التانيه فيها بيان، تدمج هيعمل لك مشكله، هيحذف لك بيان منهم. الصح ان انت تدمج خليه فيها بيان مع خليه فاضيه، او بالاساس تدمج خلايا فاضيه مع بعض وبعدين تكتب زي ما انت عايز بعد كده، تمام؟ يعني لو انا كاتب هنا مثلا الاسم عشان تفهم اللي انا عايز اقوله، وكاتب هنا مثلا الدرجه، دول اهو فيهم الاثنين فيهم بيانات، وجيت اجرب طريقه الدمج اللي انا بقول عليها اهو، ان اظلل الاثنين دول واجي اقول له ميرج سيلز، ميرج يعني دمج، بصوا عمل ايه؟ الكلام بقى الصح، تمام؟ كنترول زد. لكن الصح ان انا المفروض تبقى خليه منهم فاضيه، ولتكن مثلا انا كتبت الاسم والخليه بتاعت الدرجه دي اصلا مش موجوده، تمام؟ ممكن اخدها على فكره احطها هنا اهو، اظللها وانقلها بالماوس وهي متظلله، انقلها كليك اضغط عليها متظلله واسحب وانا ضاغط. الاثنين دول هظللهم واعمل لهم ايه؟ ميرج اهي، والاثنين دول هظللهم بتوع الدرجه وبرضه اعمل لهم ايه؟ ميرج. يبقى انا كده دمجت الخلايا. طب لو انا عندي خليه مدمجه او اكتر، يعني خليه واحده مدمجه وعايز اقسمها لاكتر من خليه، هل ممكن ده؟ اه ممكن. الامر اللي بعد الميرج اسمه سبليت. ازاي؟ تعال نشوف كده. انا الخليه اللي انا واقف فيها دي اللي فيها الدرجه عايز ارجعها خليتين تاني، انا مظللها اهو واقف عليها، اطلع فوق عند السبليت اللي هي تحت الميرج وقول له سبليت. يسالك انت عايز تقسمها لكام عمود وكم صف؟ هي انا عايزها خليتين يعني عمودين، وزي ما هي صف واحد اخليها اتنين وواحد، طبعا كولمز يعني اعمده، يبقى انا عايزها عمودين وصف واحد، هقول له اوكي ترجع خليتين تاني. بس لاحظ ان الخطوط ما اتظبطتش، لو انت عايز الخط ده يتوازى مع الخط ده امسكه بالماوس كده وابدا حركه وانقله كده بالراحه لغايه ما ايه، وده مش بحبزه على فكره، بس يعني لازم تكون ايديك دقيقه شويه عشان تظبطها. ظبطت معاك تاني اهو، يبقى انا عرفت السبليت. طيب ايه السبليت تيبل ده؟ في تحت السبليت سيلز في امر اسمه سبليت تيبل، بيعمل ايه؟ قال لك ده بيقسم الجدول الى جدولين، بس الجدولين تحت بعض، والجدول التاني هيبدا من الخلايا اللي انت واقف فيها. يعني مثلا لو انا عايز اقف هنا عند خالد واخلي خالد ده يبدا من جدول جديد، هقف عند خالد واروح لسبليت تيبل، بص اللي حصل، قسم الجدول الواحد الى جدولين وبدا الجدول الثاني من الصف اللي انت كنت واقف فيه، ولاحظ اختفت الاوامر عشان هو واقف بره الجدول. تعال ندوس كنترول زد تاني عشان نرجع، اهو ظهرت الاوامر مجرد ما اكون واقف بالمؤشر جوه الجدول. تعال نروح لقائمه لي او الثاني ونراجع مع بعض اوامر التعديل اللي انا قلتها. انا اتكلمت في الديليت اهو، وقلت في الديليت في حذف الخلايا ديليت سيلز، حذف الاعمده المحدده او الصفوف المحدده او حذف الجدول كله، ادراك صف اعلى اللي انت واقف فيه، صف اسفل اللي انت واقف فيه، يسار عمود، يسار العمود اللي انت واقف فيه، يمين العمود اللي انت واقف فيه. يعني مثلا هنفترض انا عايز ازود عمود اخر الجدول، هقف هنا عند رقم التليفون. طيب يبقى ده يمين ولا شمال؟ شمال اهو، روح مزود لي عمود زياده في المكان ده، وهبدا طبعا الحته اللي ظهرت دي انا ممكن بالراحه كده، هو طلع بره
ارجعه تاني عشان اظبطه، بقى عندي عمود جديد اقدر اتعامل معاه زي ما انا عايز. طب عايز احذف العمود ده، هروح لديليت واقول له ديليت كولمز، حذف العمود اللي انا عايزه. طب عرفنا الاوامر دي، الميرج دمج اكتر من خليه، ليه مش ناشط؟ عشان انت مش مظلل الخلايا، لازم تظلل اكتر من خليه عشان يدمج. سبليت سيلز تقسيم الخلايا، سبليت تيبل تقسيم الجدول الى جدولين. طيب في كان قبلهم امر اسمه اريزر وامر اسمه درو تيبل. اريزر ده بستخدمه عشان يبقى معايا جومه، ومش بفضل استخدمه او استخدمه بحرص، يعني مثلا الخط ده انا مش عايزه، همشي كده عليه واسيب ايديا، يبقى انا كده شلت الخط اللي انا مش عايزه. اه استخدمه بس بحرص، يبقى انا ممكن امسح بيه خطوط وادمج بعض الخلايا، بعد ما اخلصه ادوس عليه كليك تاني عشان ارجعه. طب درو تيبل ده ممكن تستخدمه رسم جدول في الاساس، او ان انت تقسم خطوط جوه الجدول نفسه. يعني مثلا لو انا خدته كده ورحت هنا وعملت كده، يبقى انا كده ايه، كاني قسمت الجدول بخط جديد، وبرده لازم بعد ما اخلص الغيه تاني. تمام. طب الامر اللي اسمه سيلكت ده، قال لك سيلكت ده ممكن من خلال بدل ما تظلل بالماوس تقول له سيلكت سيلز يظلل لك الخليه اللي انت فيها، او تقول له سيلكت رو يظلل لك الصف اللي انت فيه، او سيلكت كولم يظلل لك العمود اللي انت فيه، او حتى سيلكت تيبل يظلل الجدول كله اللي انت واقف جواه. يبقى سيلكت يستخدم بالاوامر. فيو جريد لاينز الامر ده بيوريك خطوط ارشاد الجدول لو انت كنت حاطط بعض الخطوط بلا لون، وده هنتكلم في المحاضره الجايه. يعني ساعات انا بعمل جدول كده واظلله واخلي الجدول ده كله بلا حدود عشان يبان كلام بلا ايه، بلا خطوط، بس انا عايز اشوف الحدود الوهميه دي اللي مش هتظهر في الطباعه. يعني مثلا انا ظللت الجدول كله، طبعا دي هروح لديزاين واختار هنا اقول له نو بوردر، دي هنتكلم فيها المحاضره الجايه. تمام كده، ونو بوردر واقول له طبقها على كل الجدول، اول بوردرز. بص هنا بقى الجدول كانه مش باين، معمول شكل جدول بس مش باين الحدود. طب انا عايز اشوف الحدود الوهميه دي اللي مش هتطبع ماشيه ازاي عشان اشتغل كشكل وهمي، فتظلل الجدول كله ترجع للي اوت تاني، اقف جوه الجدول ظلله، ومن لي اوت روح قول له فيو جريد لاينز، هيظهر لك كل الخطوط الوهميه. الخطوط دي مش هتطبع، دي بيقول لك ان في حدود هنا لكنها لن تطبع، اسمه فيو جريد لاينز لو انت عاملها بلا حدود. تعال نرجع كنترول زد كده نخلي الجدول بحدوده عادي. تمام. وعندي الامر اللي اسمه بروبرتيز بيديك شاشه بخصائص الجدول، مهمه قوي الشاشه دي. لو انا مثلا عايز اوسطن الجدول بقول له سنتر، يجي الجدول في النص واقول له اوكي. طبعا ليفت الجدول هيبقى شمال، رايت right. وده يبان لو جدول صغير مش ممتلئ بالشاشه بالصفحه كلها، يعني هنا مش باين قوي عشان الجدول بتاعي مالي الحدود كلها. لكن انا مثلا قلت له ليفت مثلا اهو، قلت له اوكي، تلاحظ الجدول راح ناحيه الشمال شويه بس مش باين قوي عشان الجدول اصلا كبير. تمام. يفضل دايما ان اخلي الجدول بتاع البروبرتس بتاعته سنتر. وعلى فكره الامر ده ممكن نجيبه، او معظم الامور دي ممكن نجيبها، ان انا اقف جوه الجدول وكليك يمين على الجدول هتظهر له اهو التيبل بروبرتس اهو. ممكن وممكن بعض الاوامر التانيه اللي اشتغل عليها اجيبها من كليك يمين، لكن انا بحب عشان الامور كلها تبقى قدامك تجيبها من قائمه لي اوت. يبقى عرفنا سيلكت، عرفنا الفيو جريد لاينز، عرفنا البروبرتيز، عرفنا درو تيبل، الريزر، الديليت، انسرت ابوف، انسرت بلو، انسرت ليفت، انسرت رايت، الميرج والسبليت سيلز والسبليت تيبل. اوتو فيت وانت جوه الجدول دايما خليه اوتو فيت ويندو عشان يبقى الجدول على قد النافذه ومتظبط كده وطالع مظبوط. لان انت لو خليته اوتو فيت كونتنت، يعني احتواء مناسب للمحتويات اللي داخل الجدول، بص الجدول بقى عامل ازاي، بقى صغير. تمام. ممكن تكون انت عايزه كده، وساعتها بقى اوامر المحاذاه هتبان معاك في البروبرتيز اهي، لو انت جبتها شمال ويمين والكلام ده هيبان بقى اتجاه الجدول بتاعك يمين وشمال زي ما انت عايز. كنترول زد نتراجع. تمام. يبقى يفضل في الاوتو فيت تخليه اوتو فيت ويندو عشان يبقى مظبط نفسه على النافذه نفسها، كونتنت على المحتويات ويندو، وده الافضل لاحتواء مناسب للنافذه. كولوم ويدز بيخلي الحدود او القيم ثابته، يعني انت تكتب قيمه ثابته لعرض العمود فهو يلتزم بهذا العرض. طبعا ده ارتفاع الصف كتبناه بايدينا، عرض العمود، توزيع الصفوف بشكل متساوي، توزيع الاعمده بشكل متساوي. الاوامر دي خاصه بمحاذاه النصوص داخل الجدول، وكنا عملناها على السنتر ده افضل وضع فيها. تكست دايركشن امر جميل ومهم جدا لو انت عندك كلام عايز تغير اتجاهه، بمعنى انا كاتب هنا كلمه لا يوجد وعايز الكلمه تبقى في النص، هنعملها ازاي في النص؟ قلنا هناخد الامر اللي اسمه اللي هو ده المحاذاه، بس عايزها تبقى مش كده، اتجاهها تبقى واقفه بالطول، ف
فاروح للتكست دايركشن دوس كليك مره، بص الكلام بقى مكتوب ازاي، مره كمان حسب الاتجاه اللي انت عايزه، وساعتها بقى بكنترول مع الدال تقدر تكبر الكلام وتخليه يمتلئ في الخليه، يبقى ده التكست دايركشن. امر السيل مارجن اللي هي هوامش الخليه، ومش بستخدمه كتير، يعني يخلي الخليه نفسها كان ليها اربع هوامش، الكلام يبدا منين، ومش بنستخدمه، مش مفيد قوي. امر السورت هو امر الترتيب، الايزد نرتب الكلام جوه الجدول ترتيب مثلا تصاعدي او تنازلي، بنقول سورت. يعني مثلا لو انا واقف هنا كده، وطبعا يعني مش بنستخدمه كتير برضو، السورتنج يفضل تستخدمه جوه الاكسل احسن، لكن برضو اهو انا قلت له انا هرتب حسب كود الطالب ترتيب الارقام ascending يعني تصاعدي، لو انا خليتها descending، بس خلي بالك لازم تكون منشط الاختيار اللي اسمه هيدر رو، يعني ان الجدول ليه صف عشان ما ياخدش العنوان يرتبه هو كمان. انا بقول له my list has هيدر رو، معناها ان القايمه بتاعتي ليها صف عنوان، فيتجاهله ويرتب من تحتي. اول ما اقول له اوكي، بص بدأ بمين، 105 لغايه 101، يبقى انت كده عملت ترتيب ابجدي للناس كلها، ترتيب تنازلي. روح تاني كده خليه ascending يعني تصاعدي، واقول له اوكي، هيرجع يرتب تاني الترتيب بتاعه ترتيب تصاعدي، قد تكون مفيده لبعض الناس. طيب ليه حاطط لي اكتر من معيار للترتيب؟ كود سورت باي انا قلت له رتب حسب كود الطالب. زين باي، يعني ايه زين باي؟ قال لك افرض في اتنين لهم نفس الكود، طبعا ده مش منطقي، افرض انت مرتب حسب الاسم وفي اتنين ليهم نفس الاسم، فلو هم تساووا في معيار الفرز الاولاني هيلجأ للمعيار التاني والتالت. اهم حاجه بس هو احنا بنخليها دايما كود حاجه مش متشابهه، وبعدين لازم تكون معلم على الاختيار اسمه هيدر رو عشان ياخده في الاعتبار، وتقول له اوكي يرتب زي ما انت عايز. طبعا ريبيت هيدر روز دوت، الامر ده امر مهم جدا وخطير جدا، بس مش هيبان محتواه معانا الوقت ده. ده معناه تكرار صف العنوان، ده لو الجدول بتاعك اللي انت شغال فيه اتكرر عبر صفحات اكتر من صفحه. يعني انا عندي الجدول بتاع الطلبه بقى خمس ست صفحات، تعال نجرب كده، هقف هنا. طبعا احنا قلنا بنزيد صف جديد بتاب، انا عمال ازود صفوف اهو بتاب، انا يعني هخلي الجدول ده يعدل صفحه تانيه، فاضل ده يستاب لغايه ما دخل طبعا في صفحه تانيه. المشكله هنا ان الصفحه التانيه هتنزل الاسامي بس من غير صف العنوان اللي موجود عندي. طب الحل، قال لك اقف على صف العنوان واقول له ريبيت هيدر رو. هتلاحظ لو رحت للصف الجدول التاني هتلاقي الصفحه التانيه صف العنوان بيتكرر مع بدايه كل الجدول، لازم يكون بس الجدول متصل، يعني مش كذا جدول، هو جدول واحد فالجدول فيه اسامي كتير، وده وارد، اسامي كتير جدا بتعمل كشف طلاب كشف عمال، فاخد منك خمس ست صفحات، فانت عايز صف العنوان يتطبع مع بدايه كل صفحه، بتقول له ريبيت هيدر رو كرر صف العنوان. كونفيرت تو تيكتس، اتكلمنا عليه الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت، اللي هو تحويل كان عكسه، اتكلمنا عن عكسه ان احنا كان عندنا نص وحولناه لجدول، ده بقى الجدول هيحوله نص عادي ومش بستخدمه ولا يفضل استخدامه. الفورميولا ده أمر يستخدم في حالة وجود عمليات حسابية، ولا يفضل برضه أو يستحسن استخدامه في الوورد، أي حسابات اعملها في إكسل، بس من باب المعرفة للي عايز يعرف. هفترض معاك إن أنا عندي جدول أهو، هعمل هنا كده جدول بسيط قوي وأحط فيه عملية حسابية بسيطة أوريك إزاي أنا بعملها. هروح لإنسرت الأول تيبل، هعمل جدول عبارة عن 4 × 3 كده، وأحط هنا مثلا 10 وهنا 20 وهنا 30، وعايز هنا اجمعهم. هقف هنا كده واروح للاي اوت، واروح للامر اللي اسمه فورميولا، وفي الفورميولا يقول لي طيب انت عايز تعمل سم، سم معناها جمع، سم ابوف يعني انت عايز تجمع الارقام اللي فوق، سيبها زي ما هي سم ابوف، واقول له اوكي، يروح مديك جمع دولت 60. المشكله لو انت غيرت رقم من دول، تعالى كده نغير نشوف، خليت ده 50 ورحت دايس تاب، ال 60 مش بتتغير زي الاكسل، الاكسل بيحدث في ثواني، لكن هنا انت لازم تعيد العمليه الحسابيه تاني وتقول له صم تاني عشان يحس بالتغير ويعيد حساب العمليه الحسابيه. عشان كده انا مش بحب اشتغل عمليات حسابيه جوه الوورد. وبكده اكون انا اتمنى اكون غطيت كل ما يخص تعديل الجداول، ولو عندك اي تعليق او سؤال او مشكله ابعتها في شكل سؤال وانا ان شاء الله هجاوب عليها. فاضل لنا المحاضره الثالثه اللي نتكلم فيها عن تنسيق الجداول، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.